النهارده كمان من ضمن الحاجات اللي بنحتفل بيها مع حضراتكم او بنتكلم عنها حاجه من الحاجات اللي انا شخصيا كمان بحب اتامل فيها جدا جدا وسبحان الله بستنى وقت اكتماله، وهو القمر. انا من عشاقه وبحب اقعد اتامل فيه. النهارده احنا بنحتفل مع حضراتكم لانه زي النهارده عام 2018 حدث اطول كسوف كلي للقمر، وده تحديدا في القرن الحادي والعشرين. بيبقى طبعا الموضوع مميز جدا جدا لانه كان ده اطول كسوف كلي او خسوف كلي للقمر. القمر ايه اللي حصل بقى؟ القمر من خلال الخبر بيبان انه عبر مركز ظل الارض، وهو اول خسوف قمري مركزي من 15 يونيو 2011. فعشان كده احنا حبينا نفكر حضراتكم بالتاريخ ده. حقيقة انه دي يمكن من الحاجات اللي بتخلينا دايما طول الوقت نشوف معجزات ربنا سبحانه وتعالى. كل الناس اللي بتتكلم عن يعني قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ليه نعم كبيره جدا علينا وليه في خلقه معجزات كبيره جدا، هنلاقي في القمر في حد ذاته هو يعني سبحان الله معجزة. وعشان كده الخسوف كان في ناس كتيرة جدا بترتقبه وبتصوره، واللي حصل زي النهاردة في 2018 يعتبر تاني خسوف كلي للقمر في 2018، وكان في 31 يناير. الحدث ده الحقيقة يمكن هنقول عنه انه القمر لما كان يمكن ابعد مسافة له من الارض، وبالتالي تسبب في ظهور القمر اصغر من المعتاد. عشان كده كان بالنسبة للأرض يعني حجمه صغير جدا، واستمر الخسوف الكلي ساعة واحدة، وبالتالي كان أقل بقليل من الحد النظري لخسوف القمر. خلينا نقول إن الخسوف القمري ده بيخلينا دايما سبحان الله يدينا كده في أنفسنا دايما طول الوقت إن احنا نتأمل في نعم ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، وفعلا له في خلقه حكم كثيرة جدا. طول الوقت العلماء والعلم بيطلع لنا ظواهر بتحصل يعني كثيرة جدا، ولكن كان لازم النهاردة نتكلم معاكم عن هذا الحدث اللي حصل في 2018، لأنه أبدا لن ينسى أطول خسوف قمري.